قبل بداية الشعن كنا نتحدث عن التحدي، كنا نتحدث عن هذا التحدي الكبير. اليوم مع نهاية المرحلة الأولى وبداية لقاءات يعني القادمة، نظن صح اليوم الجزائر جاهزة 100% في كل النواحي. ما شفناش ولو غلطة واحدة، ما عدا ربما بعض الجزئيات اللي تتصلح. كل الوفود صح، كل الوفود لما نشوفوا التصريحات تاع رؤساء الوفود، اللاعبين، المدربين في الندوات الصحفيه، ما شفناش ولا لاعب قال لك لا اليوم هذا الفندق عيان ولا ما احناش في الطائره ولا الى اخره. نزيدوا حاجه، اعضاء المكتب التنفيذي راهم لما يتنقلوا بين المدن يروحوا عاده في طائره خاصه، الحكام لما يتنقلوا يروحوا كذلك يعني في عديد المرات في طائرات خاصه. يعني اليوم كل الظروف، يعني الجزائر اعطت عهد للاتحاد الافريقي لكره القدم ان هذه المنافسه يعني راح تكون في نقول في احسن حله، وهذا يسمرنا نوجدوا باش نقولوا باللي الجزائر اليوم كاين ثاني كاس افريقيا لاقل من 17 سنه. صحيح. هذا من جهه ثانيه، انا نظن اليوم الجزائر في ملف 2025 ربحنا بزاف نقاط. ربحنا بزاف.